رجعنا لكم بقى مرة تانية، وزي ما قلت لكم قبل الفاصل إنه الفقرة دلوقتي يعني مش هقول عليها رجالي قوي، بس يعني هنتكلم فيها في حاجات كتير تخص الرجالة، خصوصا موضوع السواقة والعربيات والجو ده. وبما إني يعني مش فقيهة قوي في الموضوع وما بحبوش تقريبا، فقررت إن أنا يكون معايا حد من أكتر الناس اللي بتحب العربيات وبتهتم بيها وبتتكلم عليها وعامل فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب بيتكلم على العربيات بقى والانواع وكل الحاجات دي. وهنتكلم سواء بقى على فيديوهات العربيات او الفيديوهات التانية اللي بيعملها وشغله عموما في الميديا. منورنا النهارده اليوتيوبر والمخرج احمد عبد الحميد. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله، كله والله تمام. الحمد لله. انا مبسوط قوي ان انا معاك النهارده بجد. انا يعني ربنا يخليك. انا كمان والله برضو احمد من اكتر الناس اللي يعني صحابي، فانا سعيده جدا بالحلقه النهارده لانه فيها اكتر اتنين من الناس اصحاب قدام يعني عشرة عمر الحقيقه يعني. وانا سعيده جدا بكل الحاجات اللي انت وصلت لها، عشان عارفه قد ايه انت تعبت ويعني زي ما بيقولوا كده عافرت علشان توصل لحاجه انت حاببها وحاجه عايز تعملها. فتعالى كده نبدا بقى من الاول وتقول كده للناس انت اصلا دخلت الميديا ازاي. هو انا اصلا خريج اعلام الاكاديميه الدوليه لعلوم الاعلام هنا، فاتخرجت في 2006، كنا اول دفعه، والحمد لله يعني كنت من الطلبه المميزين. فاشتغلت في الشركه المصريه لمدينه الانتاج الاعلامي في الاول، واشتغلت معاهم فتره كانت لطيفه جدا، اتعلمت فيها ازاي اتعامل يعني في الاستوديوهات، ويعني خدت الميديا من كل جوانبها. وبعدين ربنا كرمني واشتغلنا مع بعض في قنوات كتيره جدا، يمكن من ضمنها قنوات احنا اتعرفنا فيها على بعض سوا. يعني خدت الميديا من كذا زاويه، يعني اشتغلتها من زاويه الاول كجرافيك ديزاينر، وبعدين كمونتير، وبعدين كبرومو بروديوسر. كان دراستك صح؟ الجرافيك كان تخصصي فعلا. كنت الاول متخصص قوي في ال 3D، وكنت بعمل الانيميشن والبروموز والفواصل للقنوات. وبعدين تخصصت اكتر، عجبني قوي فكره البرومو بروديوسر، ان انت تبقى بتطلع الفكره بتاعه البروموز بتاعه البرامج والاعلانات والافكار وكده، فكنت بعمل الافكار ديت للقنوات. وكان طبعا بيبقى في شغل تاني اللي هو بيبقى فريلانسنج بقى او مع شركات تانية، بنعمل مثلا اعلانات، بنعمل افلام دوكيومنتريز، بنعمل يعني كذا نوع من انواع الميديا يعني. وجيت في 2017 قررت ان انا يعني افتح المكتب بتاعي الخاص، وعملت الحمد لله شركه صغنطوطه كده، جبت كده جهاز مونتاج وعملته شركه. احنا معايا الجهاز ده، هو ده الشركه، هو ده الشركه يا جماعه. فخدت مكتب صغير كده وعملت شركه اسمها وان كليك، هي شركه متخصصه جدا في الفيديو برودكشن. هو انا كمان لقيت ان الموضوع دوت في السوق مطلوب بشده، لان يعني معظم الشركات بتاعه التسويق بيبقوا اصلا اللي هو الناس طبعا النهارده كلها بتتجه للسوشيال ماركتنج والحاجات ديت، فلقيت ان معظم شركات التسويق بتحتاج ان هي تعمل فيديوز، ففكرت ان انا ابقى سبلاير ليهم في الاول يعني. وبعدين يعني مع برضو مرور الوقت اكتشفت ان في مشكله كبيره بتحصل، ان يعني خليني اقولها لك بسرعه كده، ان معظم العملاء دايما بيبقوا هم اللي عايزين يظهروا للمعلن. بمعنى قصدي المعلن عايز يظهر للعملاء، فبيحاول ان هو يعمل بوستات وبيعمل فيديوز وبيعمل صور وبيحطها على الفيسبوك عشان خاطر الناس تشوف، وهي بتقلب كده تتفرج عليه. بس في قاعده كبيره جدا من العملاء بيكونوا هم اللي محتاجين السيرفيس اصلا وبيدوروا عليك. فانت لازم تكون موجود عشان لما يدوروا عليك يلاقوك. انت الفكره مش ان انت تتوجه لهم، الفكره ان انت اصلا تبقى موجود. فاتجهت لفكره ان احنا نعمل شانلز يوتيوب لعملاء، وكانت فكره جديده بصراحه. الحمد لله يعني عملت معايا قبول كويس وعملت استحسان كويس، وخصوصا ده تخصصي الميديا برودكشن يعني. فالحمد لله الدنيا مشيت كويس لغايه بقى في 2019. فقلت طب انا عمال اعمل لعملاء، انا ما اعملش لنفسي ليه؟ فقلت انا مش هستمر يعني ان انا بشتغل العملاء بس، انا كمان عايز اعمل حاجه لنفسي. فعملت قناه موتوريستا على اليوتيوب، والحمد لله يعني انا حتى كنت الاول بفكر، يعني في ناس كتير، انا برضو على فكره يعني عملت ماجستير في 2015، وكنت بدرس في الجامعه، كنت بدرس في جامعه القاهره، وكنت بدرس في الاكاديميه الدوليه لعلوم الاعلام. بس ناس كتير قعدت تقول لي يعني اعمل توتوريالز واطلع واشرح للناس ازاي تعمل ميديا برودكشن وازاي تعمل مونتاج وازاي تعمل جرافيكس وكده. بس لقيت نفسي ان انا في موتوريستا لا، انا عايز اعمل حاجه انا بحبها، حاجه بقى انا بفصل بيها عمود الشغل. فانا بحب العربيات بصراحه. فعملت قناه متخصصه عن العربيات، ونسيت خالص ان انا راجل بتاع ميديا، انا راجل بتست العربيات وبجرب السواقه وبستمتع بيها وبس. والحمد لله الموضوع لقى نجاح كويس يعني. خلينا بقى هنتكلم على موتوريستا طبعا يعني بالتفصيل اكتر، بس احنا هنشوف الفيديو اللي معانا وبعد كده بقى نرجع نشوف يا جماعه موضوع العربيات مع بعض. النهاردة في 2020 في أكتر من 25 مليار جهاز متوصل بالإنترنت، علشان كده وجودك على الإنترنت بقى مهم جدا وضروري.
لأن لازم لما العميل يسأل عنك يلاقيك، ويلاقي كمان عندك إجابات لأسئلته وحلول لمشاكله. أحسن وسيلة للتواصل مع العملاء من خلال الإنترنت هو الفيديو، لأن بالفيديو بتتكلم بالصوت والصورة ويديك ثقل ومصداقية أكبر وأكتر بكتير من الكتابة أو الصور العادية. هنا بقى بيجي دور وان كليك، لأننا دارسين وفاهمين أدوات الفيديو كويس، وبنعرف نتحكم في الصورة من خلال أحدث معدات وأدوات وكاميرات التصوير. مش كده وبس، إحنا بندرس كمان طبيعة العميل بتاعك علشان نعرف نأثر عليه كويس ونقنعه برسالتك بشكل فعال. إمتى مثلاً نخلي الصورة هادية وناعمة والإضاءة زرقة عشان ندي إحساس بالهدوء والسلاسة؟ وإمتى نقلب الدنيا ونخلي الأحداث سريعة وندي إحساس بالطاقة والحركة؟ كل دي عوامل بتأثر على سلوكيات العميل وبتخليه ياخد قرار إنه يشتري منتجك أو خدمتك، وبتساعد كمان في توصيل فكرتك وتعزيز مكانة شركتك. في 2020 التسويق ما بقاش إنك تعمل إعلان في التلفزيون يشوفه كل الناس وتدفع فيه فلوس مش بسيطة علشان تتشاف مرة واحدة، ولا إنك تنزل باللوجو بتاعك سبونسر في برنامج عام أو في أي حدث وخلاص. النهاردة أنت لازم يكون عندك منصة بتتكلم منها طول الوقت عن نفسك علشان تبقى موجود، وعشان تفضل دايماً في عين عملائك وفي دماغهم، وتكون أنت الاختيار الأول ليهم قبل أي منافس تاني ليك في السوق. One click. The future is now. مين النهاردة ما عندوش سمارت تي في في البيت؟ تكنولوجيا الاتصال بالانترنت اللي بيوفرها الجهاز العبقري ده خلت ناس كتير تشتري. فكرة انك تقدر تشوف المواقع الكبيرة زي يوتيوب وفيسبوك وغيرهم في البيت او في المكتب على شاشة عرض كبيرة تتفرج عليها انت واللي حواليك، هي فكرة فعلا ممتازة. الموضوع ده خلى شركات كبيرة جدا زي مرسيدس مثلا تعمل ابليكيشن مخصوص ليها بينزل على السمارت تي في علشان تقدر تتابع من خلاله كل التحديثات اللي بتعملها الشركة، كل التكنولوجيا اللي بتطورها في صناعة السيارات، كل المؤتمرات والاختبارات والمقابلات وحتى المعارض اللي بتعملها. فيفضل الجمهور طول الوقت متابع اللي بتعمله مرسيدس، هتفضل مرسيدس على قمة شركات صناعة السيارات. أظن جه الوقت إنك تعمل كده لشركتك وتكبرها وتعمل فيديوهات كتير تتكلم عنك وعن إنجازاتك وتخلي العالم كله يتابعك ويعرف أخبارك. جه الوقت اللي تركب فيه الموجة الجديدة وتحط نفسك في مكان أنت فعلاً تستهله. جه الوقت إنك تعتمد على وان كليك. وان كليك. The future is now. حلو قوي، حلو قوي بجد. لا شغل يعني عارف اللي هو ايه، يعني بروفيشنال. الله يخليك. ناس بروفيشنال يعني. بس يعني احنا كنا بنتكلم وبنقول انه في مشكله انه اغلب الناس او الكلاينتس يعني اللي بيجوا بيبقى عاوز ياخد خدمات كتير وتعمل له كل الحاجات بس ما تدفعش فلوس بقى، يعني يعني بالنو بادجت. يعني مش لو بادجت، لا احنا النو بادجت بقى اللي هو يعني ما فيش بقى. يعني بتعمل ايه انت في الموضوع ده؟ والله هو اولا طبيعه الشغل في القنوات خلتنا نشتغل بالنو بادجت فترات طويله. الحمد لله برضو في القنوات الدنيا مش الهاي بادجت اللي الواحد يعني بيتخيلها، فاحنا الحمد لله بنعرف نعمل الفيديو باقل امكانيات ممكنه. يعني انا حتى اليوتيوب شانل طالع فيها بستخدم الموبايل ده بس، ما بستخدمش غير كاميرا تانية صغيره جنبه كده وشويه حاجات بسيطه بقى اللي تمسك الموبايل الحامل بتاع على جهاز المونتاج اللي عندي وبطلع القناه. بس في كلاينتس بتبقى بتدور على موضوع الماده والفلوس وشايفه الموضوع ان هو هدفع اقل فانا يعني هوفر في مصاريفي في هكسب اكتر. ده مش صح، لان انت لما بتصرف على الفيديو انت بتصرف على شكلك. ده بدلتك اللي الفيديو لابسها، ده بدله البيزنس بتاعك. فلازم تكون البدله دي على اشيك ما يمكن. ف في كلاينتس بتبقى متفهمه ده، يعني في كلاينت بيبقى فاهم لا انا لو عملت واسترخصت في البرودكشن بتاعي وجبت تولز بسيطه وعملت حاجه يطلع حاجه شكلها بسيط، ولو صرفت وعملت حاجه كويسه هطلع حاجه شكلها جامد. ف يعني دوري انا ان انا بوعي الكلاينت في النقطه دي. انا بقول له انت عندك التو اوبشنز، والله لو انت عايز تشتغل باللو بادجت موجود، ولو عايز تشتغل بالهاي بادجت موجود. فانت امكانياتك ايه؟ وفي كلاينت بيبقى مريح جدا من البدايه بيقول لي بص انا البادجت بتاعي كذا، طلع لي حاجه بده. ده بيريحني جدا، لان انا بديله فعلا اقصى حاجه ممكنه within this budget. انا ما بخرجش بره البادجت دي. وفي كلاينتس ثانيه طبعا، في كلاينتس اصلا بتبقى عايزه تفاصل بس، يعني ما اللي هو يعني هو جاي كده اللي هو ايه ظبطني اعمل لي فيديو. الفيديو بكام؟ طب انت حضرتك عايز فيديو ايه؟ طب اي فيديو الدقيقه بكام؟ يا عم انا مش ببيع دقيقه اورنج، مش بعمل انا حاجه دقيقه اتصالات ولا بتاع ده يا باشا. يعني
لا 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 اقول لي دقيقه بكام، وتسمعي ارقام غريبه جدا طبعا. فده انا بفكس له بصراحه يعني، ما بتتعاملش معايا بقى، بتكملش بقى ما هي خلاص. دي بتهيألي الخبره برضو يعني، صح يعني، سنين الخبره لا خلت لا لا الواحد يعرف يعني طبيعه كل حد بيتعامل معاه ويقرر هيعمل معاه ايه. لا في هو بس هو طبيعه الشغل كده. انا عايز اقول لك يعني هو الشغل كله كده، مش في مجالنا احنا بس يعني، صح. حتى في ناس كتير مثلا بتحب تروح السوق بتتفرج على البضاعه ومش مش عايزه تشتري، هي عايزه صح. تتفرج تاخد فكره تعرف الاسعار كام وتمشي، ويمكن بعد كده لما يجي في دماغها ان هي تعمل تشتري تروح ويمكن لا. تشتري. فيعني صح، وده موجود في الحاجات كلها بالطبيعي فعلا، في يعني كل المجالات مش بس في الشغل بتاعنا. بالظبط. طيب موتوريستا بقى، ويعني انا عارفه ان انت بتحب العربيات من زمان جدا، بس ليه قررت دلوقتي تروح بقى للعربيات؟ بص يعني ده هو انا مواليد السعوديه اصلا، فاحنا في السعوديه بنتولد حب العربيات يعني ايه، بيجري في دمنا كده، حاجه كده في الدم. انا كنت بسوق عربيات يعني، انا كمان اكتشفت ان الموضوع مش كده، انا كمان بابا بيحب العربيات، فانا طالع له في كل حاجه. وعشان كنا في السعوديه وبتاع، فكان في مناطق فاضيه كتير حلوه كده، كان ساعات بابا ايه يديني العربيه اسوقها، فانا كنت فعلا بسوق العربيه يعني، بحرك العربيه وانا عندي 6 سنين مثلا. تمام. فالموضوع بصي الموضوع مش حب عادي يعني، انا بالنسبه لي حب العربيات ده حاجه كده اب نورمال. من وانا صغير برسم عربيات. حتى لما اتعلمت الجرافيكس مثلا في الجامعه، انا اللي خلاني اتعلم الجرافيكس هو ان انا كنت بديزاين العربيات. فانا كان فكري كله في الباك مايند عندي انا بحب العربيات، ومش عارف انا بحبها ليه، هي حاجه كده انا بحبها، بس بحب انا كل اللي اعرفه ان انا بحبها. لما جيت اعمل برنامج ليا بصراحة، عملت حاجات كتيرة قوي في الأول وفشلت يعني، أنا ما خجلش إني أقول ده، لا أنا حاولت محاولات كتيرة جدا، والمحاولات دي كلها ما طلعتش بنتائج كويسة، أو يمكن أنا ما كملتش فيها يعني. مثلا كان في لو تفتكري السيريس بتاعت المعلقة، طبعا موجودة طبعا. المعلقة صح؟ يعني يعني أنا كنت عملت سيريس المعلقة، وكان في ناس كتير بتقول لي والله حلوة كمل كانت فيها، لطيفة وكان جدا. فيها مش عارف إيه، بس أنا عارفة في تو سام بوينت كده انت بتحس شغل جرافيكس بقى، وبتقعد تدور على افيهات، وقاعد بقى قدام الجهاز، انا عايز اعمل حاجة انا بحبها، انا عايز افصل، انا فعلا ببقى محتاج ان انا اخد حتة حلوة في حياتي كده. فقلت انا هعمل اللي انا بحبه بس، فرحت العربيات. وبصراحة هو الموضوع برضو منكرش فيه فضل التيم اللي معايا، انا معايا احمد ادريانو ومعايا رامي شهبة، هما الاثنين بصراحه، واحمد ادريانو تحديدا بالذات يعني، هو اكتر واحد كان بيحاول ان هو يشجعني في الاول حتى من قبل الفكره دي ما تتعمل يعني. انا كنت دايما بشتغل من ورا الكاميرا، ودايما بقعد اعمل الجرافيكس، بعمل المونتاج، بعمل اخراج، بعمل الحاجات دي، بس قدام الكاميرا لا، كان الموضوع بالنسبه لي فيه رهبه شويه. يمكن اللي كان يعني كسر الرهبه دي شويه ان انا بس برضه عشان بدرس في الجامعه وبطلع قدام طلبه وبتكلم وبتاع، فالموضوع ده يعني مش قوي، بس هو كان فيه يعني موجود. فكره ان انت بتتكلم قدام كاميرا وفي حاجه دوكيومنتد بتسجل كل حاجه انت بتعملها، كانت بالنسبه لي فكره صعبه قوي. واحد ادريانو بصراحه فضل يسبورت جامد، وفضل يقول لي يعني انت جامد وهتعرف تعمل حاجه حلوه، بس ابتدي يعني، يلا بينا نعمل حاجه خد مع بعض، الخطوه بقى، اعمل حاجه ارجوك. وانا كنت فعلا خدت خطوات قبل كده، وكنت فشلت، وكنت وصلت لمرحله كده ان انا ايه يعني خلاص بقى، انا هشتغل، انا شغلي كويس وبكسب كويس، فانا مكمل مع العملاء، لو خلاص مش وخلاص. محتاج يعني. بس هو بصراحه الراجل ده من كتر ما هو مؤمن بيا، ومن كتر ما اصراره، ومن كتر ما هو حاسس ان احنا نعرف نعمل حاجه كويسه سوا، اقنعني. حلو قوي. وقلت له طب احنا هنواجه مشكله كبيره، احنا هنوفر العربيات منين يعني؟ انا مش عارف احنا، انا دلوقتي مثلا طلعت بعربيتي، وطلعت بعربيتك، وطلعت بعربيات صاحبنا، فادي يعني 20 عربيه خلص مثلا. البرنامج، ها صح. هنجيب منين بقى؟ فقعد هو يدور كده لغايه ما جاب معرض، وقال لي بص المعرض دوت عاملين اعلان على الفيسبوك، المعرض عامل اعلان عادي جدا يعني، بيقول له المعرض دوت عامل اعلان على الفيسبوك واكيد عايزين يعلنوا، فيلا بينا نروح لهم ونتكلم معاهم. فانا حتى قلت له يعني انا ناس ما اعرفهمش، وراجل دكتور وقيمه وبتاع، هخش للكلام يا عم فاكس؟ لا 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 وبتاع. وفعلا راح وقعد، انا حتى ساعتها والله مش قادر انسى، دخلت على الراجل صاحب المعرض قلت له بقول لك ايه، بص انا هديك اوفر والله العظيم ثلاثة، انت لو خدت الاوفر ده يعني مش هيجي لك زيه تاني، ولو انت قلت لا انا هلف وامشي وهاخد الاوفر بتاعي معايا. فقال لي ايه الاوفر؟ قلت له هعمل لك فيديوهات ببلاش. فقال لي ايه المقابل؟ قلت له هاخد عربيه اجربها. فقال لي طب انا العربيات عندي المفروض ما تتحركش، انا معرض ما بحركش زيرو وبتاع. قلت له انت بتنقل كده كده العربيات من المخزن للمعرض، فانت كده كده عندك سواق صح؟ قال لي اه. قلت له طب انا هستغل الحته دي واطلع من المخزن بالعربيه اوصلها للمعرض، وفي الفتره دي انا بتست العربيه بجرب السواقه.
قال لي دي مش فتره كفايه وبتاع. قلت له انا مش بعمل حاجه يعني، مش عايز اعمل حاجه ان انا بتست العربيه بكل تفاصيلها، انا عايز اركب واجرب وانبسط وبس. قال لي طب ايه الراجل نفسه ما كانش مصدق والله. طب انت بجد هتعملها ببلاش ولا هتصور وترجع تقول لي هات فلوس؟ قلت له والله مش هاخد منك حاجه، انا عايز اعمل برنامج على اليوتيوب ونجاحك من نجاحي، كل ما البرنامج دوت هيتشاف اكتر، كل ما انا بعلى اكتر وانت بتعلى معايا. وكده كده اصلا خلينا نكون صراحه مع بعض، اي زبون النهارده بيشتري عربيه ما بيفكرش يشتريها من معرض ايه، هو عايز عربيه معينه. صح. فهو بيروح على العربيه دي، بيسرش عليها على اليوتيوب، بيطلع له العربيه، بيتفرج عليها، وانا في اخر الفيديو بقول له والله العربيه دي موجوده في المعرض الفلاني. فالموضوع ده الفكره اللي هي اصلا قايمه عليها وان كليك. فالراجل بسم الله ما شاء الله عليه يعني التجاره بتاعته اتحسنت، ابتدت الزباين تعرفه، ابتدت، فالموضوع عاد عليه بمنفعه. فمره على مره على مره هو لقى نفسه لا هو بيستفيد. لا بقى هو اللي بيتصل بيه يقول لي احمد ارجوك تعالى اعمل حلقات. حلو قوي. حلو قوي. وكملت بقى. كملت بقى. وبعدين ادريانو بصراحه كان معايا الله يبارك له، والله الراجل ده يعني ايه عارفه بقى، تحيه لادريانو. مش ممكن بقى، هو طبعا مبسوط جدا. وبعدين انا مثلا ببقى سايق العربيه وبتكلم، وهو بقى الناحيه الثانيه في العربيه الثانيه بيصورني من بره، فيقعد بقى ايه عمال يديني اشارات ويلوح وبتاع ومش عارف، يطلع بقى ويتشقلب في الهواء وقصص كده عشان خاطر يطلع البرنامج بالشكل اللي ده. احنا شفناه، بالرغم ان احنا في الاخر خالص كل اللي احنا بنستخدمه فعلا بيزك تولز. يعني احنا مش عاملين حاجه يعني، انا اقدر كاحمد، انا لو معايا بادجت كويسه ومعايا سبونسر كويس مثلا يجي يمول البرنامج ونطلع حلقات، لا انا ممكن اعمل حاجه فعلا توصل لحاجه عالميه. بس هي الفكره ان انا دلوقتي بادئ، وبادئ سنه سنه وواخد ستيب باي ستيب. لو ربنا كرم ان شاء الله وفي مثلا سبونسرز جم دعموا البرنامج، او في امكانيه ان احنا ندفع نمول فلوس عشان خاطر نعمل افكار تانية اعلى. الافكار موجوده وكل حاجه موجوده، وده تخصصنا اصلا طبعا. ويمكن دي الحاجه اللي بتخليني مختلف عن بقيه الناس التانية في الفيلد ده في مصر. لان هم كلهم بصراحه كار ريفيورز محترفين جدا، يعني هو اصلا بيبقى حد بقى دارس العربيات وتاريخها والسوق بتاعها وبتاع. انا الموضوع بالنسبه لي انا مش دارس سوق العربيات قد ما انا دارس ميديا، انا راجل بتاع ميديا. انا راجل بتست العربيه وبقول ذوقي اللي هو يعني ما حصلش مستوى الراجل العادي بس، وده اللي بيخلي الناس حباني اكتر، ان انا بتكلم من وجهه نظرهم هم. ده اللي بيخليك مختلف وفارق عن الباقيين. بالظبط. هو الحقيقه انا كان نفسي نتكلم في حاجات كتير قوي، ومنها يعني يعني البروجكت الاخير بتاع الستات ما يعرفوش يركنوا، بس خلينا بقى ايه، خليه ده يعني اونلاين يا جماعه، ادخلوا عند احمد على القناه واعملوا اشتراك فيها، هتشوفوا حلقات جديده مختلفه قوي عن موضوع الستات ما يعرفوش يركنوا، ويعني سواقه الستات عموما والفرق. انا عايز اقول لك على حاجه بين الستات والرجاله يعني في السواقه. احنا انا في شريحه كبيره جدا من المجتمع اللي هو الستات، انا احب جدا ان هم ينضموا للموضوع ده. انا عايز يا ندى ان الموضوع العربيات مش شرط الرجاله بس اللي تحبه، لا انا عايز الستات كمان تحبه، لان يعني هي العربيات لينا كلنا، نتمنى والطريق لينا كلنا. والطريق لينا كلنا ستات ورجاله يعني. فاحنا هنحاول هنحاول ان شاء الله ان احنا ايه يعني في سلسله الحلقات اللي هنعملها مع احمد عبد الحميد ان شاء الله كده، انه ايه يعني ستات ما يعرفوش يركنوا دي نساعد بعض ان شاء الله، والطريق يبقى لينا كلنا ان شاء الله. نورتني جدا 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 يا احمد، وكنت مبسوطه جدا انت كنت موجود معايا النهارده. شرف ليا والله. ربنا يخليك وربنا يوفقك ان شاء الله في كل اللي جاي. احنا كده تكون خلصت حلقتنا النهارده، ويا رب تكون كانت حلقه كده خفيفه ولطيفه عليكم، والفقرات كلها تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله بقى في حلقات جايه في الصالون.